ماشي ايوه تفضل بس الصوت الصوت يا شباب اذا سمحتوا ايوه السؤال اللي سالناه عن مين بعث لي بس وليد ايوب بعث لي جواب طيب السؤال كان انه انا لو عندي سكوير ويف ودخلتها على انتجريتر راح يطلع الجواب عندي تراينجلر ويف فور لكن انا ببدا من بوينت هون الانيشال كونديشن بيكون هون فاذا بديت من هون راح يكون عندي واذا فرضنا طبعا هذول البيريود تبعتهم متساويه إذا البيريود كانت فعلا متساوية فراح يطلع عندي ويف فورم فيها شيفت مش هيك فيها دي سي شيفت مظبوط؟ بس ليش البداية دكتور؟ بيمشي فترة كويس لا 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 شوف ايش نحكي انا عمال بحكي هي الانيشال كونديشن زيرو الاوتبوت زيرو مش هيك هذا الانيشال كونديشن إذا بديت من هذا الانيشال كونديشن وأنا عندي انفرتنج ايش راح يصير؟ البوزيتيف هذا راح يعطيني نيجاتيف سلوب مش هيك؟ والنيجاتيف راح يعطيني بوزيتيف سلوب راح هلا لو انه ما بصيرش عندي تغيير راح يضل هذا للابد ايش؟ صح زي ما هو هيك اللي هو هيك بس هذا ترانزنت ريسبونس هلا ليش هلا هو بالنهايه بيتحول هلا المفروض هو يتحول يوصل الاخضر اللي هو تقريبا اذا بدي اعتبره نص المسافه راح تصير هاي سيمتريكال انا مش راسمها 100% سيمتريكال بس هي بتصير سيمتريكال كيف راح تنتقل من هون لهون؟ راح يصير في جراجوال ترانزيشن راح تتحول جراجوالي من الازرق للاخضر هذا راح يكون ترانزنت ريسبونس والستيدي ستيت ريسبونس راح يكون الخط الاخضر هلا السؤال ليش بنتقل هو تدريجيا من الازرق للاخضر هذا كان السؤال مش هيك هلا اذا نطلع هون لما انا يكون عندي هذا سيمتريكال وهذا سيمتريكال خلينا نرسمه سيمتريكال عشان نبين مظبوط عيد رسم الاخضر مظبوط يكون سيمتريكال يعني بدي اخذه من هون مثلا هي نص هاي في اللحظه اللي بكون الفتره اللي بكون فيها هذا سيمتريكال الفولتج ديفرنس اللي عماله بيشحن الكاباستر هو نفسه اللي عماله بيفرغه او اللي بيشحنه بالجهه بيفرغه بالجهه الثانيه ليش؟ لانه هو لما وصل هون قديش الفولتج هلا اللي راح يحاول يشحنه يفرغه هاي القيمه مش هيك؟ الفرق بين الاثنين بالفتره هاي هذا اللي عماله بيشحنه لكن هو لما يكون اي سيمتريكال الفولتج اللي بيشحنه بيختلف عن الفولتج اللي بيفرغه مظبوط؟ لانه هذا عندي هون هذا مختلف عن هذا مظبوط؟ يعني مش سيمتريكال التو هاف سايكلز مش سيمتريكال ولانهم مش سيمتريكال ايش راح يعملوا؟ دكتور مش سيمتريكال الاكس اكسس يعني هو الاكس اكسس مش سيمتريكال مظبوط يعني هاي الويف فورم اذا ضلت هاي الزرقاء على وضعها ما راح تكون سيمتريكال مظبوط القوه اللي عم تشحن مش هالقوه اللي بتفرق نعم يعني السلوب نفسه ما هو لا السلوب وقتها راح يتغير لانه الفولتج اللي عماله بيشحن وبفرغه مختلف خلينا نرجع نطلع على الانتجريتر كيف رسمته انا عندي هاي الكاباستر لما عمالي بشحن وبفرغ بكل فتره من الفترات عمالي انا ببدا هون من زيرو مش هيك فالكرنت الفولتج اللي عماله بشحن هون وبفرغ عماله بشحن وبفرغ مش سيمتريكلي حوالين الزيرو يعني هون بالفتره هاي عماله بيشحن سيمتريكلي بس بالفتره هاي مش سيمتريكال في اي سيمتري فالسلوب تبع الشحن وتبع التفريغ راح يكون مختلف بين التو سايكلز مزبوط مره عماله بيشحن باتجاه مره عماله بيشحن باتجاه مره عماله بيشحن باتجاه اخر الفرق ما بين الاثنين مختلف فتدريجيا راح يتحول الخط الازرق هذا راح يوصل الخط الاخضر من هون لما تعمل التجربه راح تشوفوها بفرجيكم رسمه من الاوسيلوسكوب راح تشوف انه هاي بالنهايه بتصفي سيمتريكال حوالين الزيرو ما بتضلها اي سيمتري اوكي حكينا عن الشفتر المره الماضيه شفنا كيف نبني الشفتر قلنا الشفتر باخذ فيدباك باخذ بوزيتيف فيدباك كاني عمالي بعمل فولتج ديفايدر على الاوتبوت الاوتبوت راح يكون يا اما بلس في سي سي يا اما ماينس في سي سي او في اي باخذ جزء معين من هون نفترض هذه ار 2 هذه ار 1 فانا عمالي باخذ قديش؟ باخذ عمالي ار 2 على ار 1 بلس ار 2 مضروب في في سي سي بلس ماينس في سي سي مضروب احيانا في بلس او في ماينس في سي سي باخذه عمالي بعمل
هذا صار يشتغل زي كومباراتر ما بين هذا الفولتج اللي هون والفولتج اللي هون. لما الفولتج في انبوت يكون اعلى من هذا الفولتج، هذا طبعا نيجاتيف من هون، لما يكون في انبوت اعلى من هاي النقطه اللي هون شو بيصير الاوتبوت؟ ماينس في سي سي. لما يصير هذا اقل من هذا راح يصير عندي بلس في سي سي. لكن لانه انا عندي هون بوزيتيف فيدباك في اللحظه اللي هذا الفولتج، هذا الفولتج بيصير بغير الاوتبوت. لما بتغير الاوتبوت شو بيصير في عندي؟ بيصير في عندي شيء اسمه افالانش افكت. ايش يعني؟ يعني التغيير بتسارع اكثر. فكر فيها زي هيك، نفترض الانبوت في انبوت، هلا خلينا نفترض في اللحظه هاي الاوتبوت هو كان بوزيتيف. اذا كان الانبوت في سي سي بوزيتيف، معناها هاي ايش راح تكون النقطه؟ راح تكون هاي ار2 على ار1 بلس ار2 في في سي سي بلس، مش هيك؟ فهون راح يكون عندي بوزيتيف سيجنال. في انبوت عماله بيبدا بيزيد، وهي القيمه هاي اللي هي R2 على R1 plus R2 positive VCC. R2 على R1 في VCC. خلينا أرسم هون كمان النيجاتيف سايد. R2 على R1 plus R2. لما الانبوت عماله بزيد وأنا مفترض في اللحظة هاي الأوتبوت positive، إذا في أي لحظة راح يصير عندي تغير؟ راح يضل يزيد، ما راح يصير إشي، مش هيك؟ لحد ما هذا الانبوت بصير اكبر قده او اكبر منه. في اللحظه اللي هذا بصير فيه اكبر شوي صغيره من الانبوت، شو بصير الاوتبوت؟ بتحول فجاه، بروح من بلس في سي سي لماينس في سي سي. بس لو ما هو يصير ماينس في سي سي، ايش بصير بهاي هذا الفولتج اللي هون؟ فبصير التغير اسهل، مش هيك؟ لانه هو كان اكبر، كان كل اللي بده يعمله انه يكون اكبر من هذا الفولتج. بس في اللحظة اللي وصل وصار أكبر منه بشوي صغيرة، شو صار في هذا الفولتج؟ نزل، فسهل العملية عليه. فالأوتبوت شو صار؟ رح يصير الأوتبوت هلا ماينس في سي سي، مش هيك؟ هلا هذا حتى لو رد نزل من هون ما في مشكلة، ليش؟ لأنه الأوتبوت صار نيجاتيف، فلوين بده ينزل هذا حتى يرد يتغير الأوتبوت؟ لحد ما يوصل النقطة هاي، مش هيك؟ لما يوصل النقطة هاي بصير هذا أصغر من الإنبوت اللي هون، فالأوتبوت بروح له بلس في سي سي. هاي شو صارت عندي؟ كانها زي ديد، كانها ديد باند. هي مش بتعريف الديد باند الصحيح، كانها هون ديد زون او ديد باند. فكر بدرجه حراره الغرفه. لو انت بدك درجه حراره الغرفه مثلا حاططها على حوالي 18، رح تلاقي انه الثيرموستات بيعمل سويتشنج اون على مثلا 17 وبطفي على 19. فانت اذا بتطلع درجه حراره الغرفه ما راح تلاقيها بتتغير، ما راح تلاقيها بتتغير ما بين 19 و17 درجه مئويه، رغم انت طالب ايش؟ 18. بس انت مش كثير مهتم انه لو كان عندك شويه اختلاف مش هيك؟ اتس نوت ذات كريتيكال. فراح تلاقي حراره الغرفه شو راح يصير فيها؟ راح تضرب هون في 19. الثيرمستر او الثيرموستات اللي انت حاطه بقيس شو بيعمل بالبويلر؟ ايش بصير في البويلر في اللحظه هاي؟ اوف. هلا بتنزل درجه حراره الغرفه لحد ما تضرب هون، شو بصير؟ وضع البويلر اذا بدي ارسمه بالاخضر، البويلر في اللحظه هاي شو بكون؟ بكون اون، بصير اوف، برجع بصير اون، بصير اوف. ايش الثمن اللي دفعته؟ ايش المشكله اللي عانيتها من وجوده؟ في عندي باند، مش هيك؟ ما انحكمت 100%، في عندي زي اوسيليشن، في سايكلينج. شو ممكن اعمل حتى احسن من السايكلينج هذا؟ بنزل هذا الرينج، بس اذا نزلت هذا الرينج شو راح يصير في البويلر؟ راح يضل يطفي. فهاي وجدوا في العمليات الصناعيه، هاي عمليا بتكون فالف مثلا، ممكن هاي تكون فالف. فالف بتفتح الستيل في عمليه صناعيه، ما بحكي انا في غرفه، في عمليه صناعيه اذا انا بسخن مثلا عندي تانك كبير في عندي تفاعل كيماوي وعمالي بسخن فيه، راح الاقي انه عدد السايكلز تبعت الفالف بتزيد كثير، مش هيك؟ لانه كان ممكن انا اصغر هاي الباند، بدل ما يكون عندي بدل ما يصير عندي هذه السايكل يصير عندي سايكل زي هاي مثلا، ممكن تكون الباند مثلا 0.2 فولت
plus 0.2 minus 0.2 يعني هذه 18.2 C وهي 17.8 C. لكن شو صار في البويلر؟ Off on off on صار عندي عدد العمليات اللي هون بتصير، فرح تصير انت تسمع مثلا اذا كانها فالف، مثلا فالف بتفتح ستيم وبتدخلها على هيت اكسشينجر، بتسكر ستيم حتى تمنع على الهيت اكسشينجر، بصير عمل العمليه عدد العمليات تبعتها اللي بيأثر هذا عمر الفالف. بصير عندي عدد مثلا ما هاي ممكن الفالف بعد 10,000 اوبريشن تخرب. انا مش كثير مهتم في الباند من هون، اذا انا مهتم في الباند من هون طبعا بدي ادفع هذا الثمن، بدي اجيب فالف. شو ممكن احول هذه الفالف الاون اوف فالف احولها ل بروبورشنال؟ اذا حول دخلت بروبورشنال بتخلص من المشكله هاي، بتبطل عندي هذه المشكله. هاي من السيستمز القديمه اللي كان فيها اون اوف سيستمز، كثير من السيستم القديمه كان كل فيها اون اوف كنترول. اخذت مين اخذ ام اس دي؟ لما اخذنا ام اس دي تذكروا ايش حكينا؟ في عندي احد انواع الكنترول البسيطه هي اون اوف كنترول، هذه عندي هون النوع هذا اون اوف كنترول. اذا انا مش هاي مشكله عندي بدي اضطر ادخل في البروبورشنال كنترول، فبتصير الفالف ما بتفتح فتحه كامله او بتسكر تسكيره كامله، بتصير الفالف الفتحه تبعتها بروبورشنال. في بروبورشنال فالف، في اون اوف فالف، في بروبورشنال فالف، في عندي بروبورشنال هيترز مش هيك، في اون اوف هيترز. اذا هذا هون احد تطبيقات الشميت تريجر. اذا انا هون استخدمته لصالحي، وين التطبيق الثاني اللي استخدمنا فيه الشميت تريجر حكينا عنه المره الماضيه؟ لما كاونتينج لبلسز جاي عندي مثلا من سيجنال والسيج، بس السيجنال هاي سلولي رايزنج سلولي انكريسنج، مش حكينا في عندي ممكن يكون عندي سيجنال زي هيك، هي ديجيتال سيجنال اتس اون اوف 1 0 بس عمالي بعملها شارتنينج. طبعا انا عمليه ما بستخدم الاوب امب، شو بستخدم؟ بستخدم اي عمليه؟ اي سي شميت تريجر زي ناند جيت مثلا، الناند جيت مثلا او نور جيت او انفرتر بكون عليها الشكل. شو بستخدم ناند جيت او نور جيت؟ بتكون عليها هذا شكل الشميت تريجر اللي هو، فبعمل لي شارتنينج للرايت سلولي رايزنج سلولي دروبينج. نعم تي تي ال او سيموس، في تي تي ال وفي سيموس. نعم بكون انفيرتد هون في الحاله هاي، مش فاهم. ممكن شو تعملوا انفيرتد مره ثانيه، تعملوا انفيرتد مره ثانيه ستيج ثاني، بتعملوا انفيرتد. نعم هو عمليا اذا انت الاوتبوت بدك اياه لوجيك رح تستخدم، احتمال انك تستخدم شيء زي هيك، مثلا تستخدم سيموس او تي تي ال. ما هو اصلا هي الناند هذه انفيرتد يعني مش نعم. اللي مرة في الكمبيوتر بكون حاطين تو دايودز بين ال عادة ما بديش الفولتج يزيد عن حد معين، وبحطه بين الفيدباك مش هيك؟ الفيدباك باث. بكون حاطط فولتج هيك. عفوا دايود هيك ودايود هيك مش هيك؟ هذا شو بيعمل؟ بيعمل ليميتيشن للفورورد للفولتج هون، الفولتج هذا عمره ما راح يزيد عن 0.7 اذا كان سيليكون و 0.5 اذا كان نو جيرمانيوم. فانا بتاكد هون انه ما يزيدش عندي، عم اعمل ليميتيشن، عم بعمل ليميتيشن على هذا الفولتج الماجنتيود، ما بدي الفولتج يصير في فرق كبير ما بين الفولتج من هون وهون، فبعمل ليميتيشن على الفولتج. هلا قيمه الار 2 هون لازم تكون برضه لازم عملنا تبن هيك اشياء اول صح؟ ار 2 هون ار 2 ار 1 صح، اذا ار 1 وار 2 بارلل شو راح يكون؟ فمعناها شو راح تعمل؟ صح كلامك صح، بدي احط هون ريزيستر مساوي للبارلل كومبينيشن لار 1 وار 2. بس هون ما في عندي هاي المشكله، ليش؟ ما عنديش مشكله كبيره. لا ليش؟ ليش هون ما فيش عندي هاي المشكله كثير مهمه؟ انا هون كل اللي عم بعمله بعمل اوتبوت 0 1 و 0 او ماينس 1 وبلس 1، مش زي هناك عمالي بكبر انا هاف ملي فولت او 1 ملي فولت او 2 ملي فولت، مضبوط؟ هذيك يعني الكومن مود ريجكشن ريشو مش اتس نوت ان ايشو هون. هذيك الكومن مود ريجكشن ريشو كانت مشكله لما كنت بكبر انا 10، يعني احنا هون انتقلنا من النيجاتيف فيدباك لبوزيتيف فيدباك. بالبوزيتيف فيدباك انا كل اللي عمالي بعمله باخذ 1 او 0. ماشي، اذا هون حكينا عن الشميت تريجر، اذا لها استخدامات ممكن تكون لها استخدامات تطبيقات عمليه السيركت. حكينا عن الديفرنس امبليفاير المره الماضيه. طيب خلينا نحكي عن الانسترومنتيشن امبليفاير. طبيعه السيجنالز اللي احنا بنقيسها اذا كانت، خصوصا اذا كانت سيجنالز صغيره جدا، في عندي حجم الماجنتيود تبعت السيجنال بيكون صغير مش هيك؟ لو قلنا ثيرموكابل، عندي الثيرموكابل مثلا ممكن يعطيني حوالين 50 ملي فولت 40 ملي فولت 7 ملي فولت 1 ملي فولت، فعمال بحكي بسيجنالز صغيره جدا. والمشكله الثانيه انه عندي بتوين ذا تو ترمالز عمال بدخل عندي نويز، النويز مشترك مش هيك؟ هذا هو كومن مود سيجنال.
فبهمني اني احاول اخلي الكومن مود ريجكشن ريشيو تكون عالي جدا. مش هيك الكومن مود ريجكشن ريشيو ايش الهدف منها؟ تعمل ريجكشن كانسليشن للسيجنلز اللي كومن للاثنين. يعني انا ايديالي اذا بدي اوف ام اوف ام بدي اياه اذا كان بدي اوف ام او بدي سيجنال او بدي سيستم يعطيني حاصل طرح التو سيجنلز اللي على الانبوتس ويعمل ريجكشن للكومن سيجنلز للاثنين. يعني لو بدي ارسمه انا كبلوك هلا هاي عندي مثلا سيجنال في انبوت وفي انبوت داش رح اسميها كانها النيجاتيف. انا بدي اخذ اطرح هدول التو سيجنلز من بعض ويطلع عندي السيجنال اوتبوت فيها جين معين لفي انبوت ماينس في انبوت داش مثلا اضربها في جين معين مش هيك. لكن اذا عندي في انبوت بلس في انبوت داش على 2 هاي بدي الجين تبعها يكون 0 مش هيك. هذا اللي هون يعني هون عمالنا بنحكي احنا عن الكومون مود ريجكشن ريشيو. اذا دخلت هدول الاثنين التو سيجنلز مثلا كانوا التنتين 1 فولت او 2 فولت او 3 فولت او 4 فولت ايش المفروض يكون الاوتبوت متساويين 4 فولت متساويين. لكن من ناحيه عمليه راح تلاقي اذا الكومن مود ريجكشن ريشيو مش عاليه راح يكون عندي حتى الاثنين لما يكونوا متساويين اذا زادت قيمتهم راح يطلع عندي اوتبوت. فانا الجين هذا بدي اياه يكون يعني الاوتبوت بدي اياه يساوي جين عالي في الديفرنس وجين منخفض في الافرج تبعهم الاثنين ماشي. هذا تعريف انه يكون عندي هاي كومن مود ريجكشن ريشيو. مضبوط اخذتوه في الامبليفايرز مضبوط ما اخذتوه؟ طيب هي هون الفكره انه اذا يعني خلينا نفترض انه انا عندي كانت هذه بتساوي 2 فولت وهاي كانت بتساوي 2 فولت الاوتبوت شو المفروض يكون؟ 0 فولت. اجى عندي هون زياده هاي اجى في نويز مثلا والنويز كان قيمته 0.5 فولت و 0.5 فولت صارت هاي 2.5 و2.5 قديش المفروض يضل الاوتبوت؟ 0. من ناحيه عمليه بيطلع عندي فولت صغير جدا لانه ما في انفينيت كومن مود ريجكشن ريشيو. ما فيش اي اوف ام ما في له امكانيه انفينيت انه يقدر يعمل ريجكشن للكومن مود سيجنالز. ايديالي المفروض يكون طبعا انفينيت ريجكشن. الجين هذا الكومن مود جين لازم يكون الكومن مود جين 0 والديفرنس مود جين فيري هاي او انا بحذف. فانا ايديالي بدي اوف ام بيكون له فيري هاي انبوت امبيدنس او امبليفاير يكون له فيري هاي انبوت امبيدنس فيري هاي كومن مود ريجكشن ريشيو. عشان هذول هم الايمز. بدي هاي انبوت امبيدنس انا بستعمل كلمه امبيدنس بشكل عام او ريزيستنس لو طبعا اوتبوت امبيدنس وبدي فيري هاي كومن مود ريجكشن ريشيو عشان اذا كان عندي نويز سيجنالز اني احاول اتخلص منهم قدر الامكان. هلا احنا اطلعنا المره الماضيه حكينا عن الديفرنس امبليفاير مش هيك او اللي بيطرح كيف كان الكونفيجريشن تبعته. اخذنا واحد من الانبوتس دخلناه على R3 R4 على النون انفرتنج انبوت والانفرتنج انبوت اخذنا وفي اوت شو كانت علاقتها بالانبوت. نفترض هذا مثلا V1 هذا V2 مش هيك وبافترض انه هذول الريزيسترز كلهم متساويين تبسيطا رح افترض انه هذه R هذه R هاي R وهذه R اوكي كلهم متساويين R1 بتساوي R2 بتساوي R3 بتساوي R4. إذا صار عندي الأوتبوت بدلالة V1 شو بيساوي؟ V out بيساوي ماينس V1 مضروب في R على R مش هيك؟ زائد V2 مضروب في R على 2R في R على R زائد 1 مش هيك؟ هاي شو بتصير؟ هاي بتصير 2 هذه نص شو بتطلع عندي بالنهاية؟ 1 وهاي بتطلع 1 هنا الأوتبوت بيساوي V2 ماينس V1. إذا بدي أعمل جين ممكن أغير قيم حكينا إذا بنعمل جين بدي أخلي R1 بتساوي R2 R3 بتساوي R4 أو بعمل جين بستيجز ثانية بس بهذا الشكل إذا خليت هدول الريزيسترز كلهم متساوية راح يكون عندي الجين 1 راح عندي V2 ماينس V1. بس هون عندي ما حققتش هون لسه الكومن مود ريجكشن ريشيو عندي مش عالية زي ما بدي ولا الانبوت امبيدنس هاي زي ما بدي. فبدنا نفتش هلا على امبليفاير يعطيني هدول الخصائص ويطرح الاثنين من بعض يطرح التو سيجنالز
من بعض اللي هو اسمه instrumentation amplifier. لما نحكي هاي مثلا امبيدنس يعني نحكي مثلا 100 كي او هاف ميجا اوم او 1 ميجا اوم او 2 ميجا اوم بس هاي هي ما يكونش 10 كي مثلا او 1 كي او 5 كي. اذا انا بدي ابني هلا instrumentation amplifier رح نبني من 3 اوب امبس مختلفه. ناخذ هون بي 1 ديفرنس امبليفاير. مين اللي بيحكي مؤيد؟ عمر؟ هون راح اخذ R5 R6 R5 هذه على اساس قيمة R5 هون مساوية لقيمة R5. هذه راح نسميها VA وهي راح نسميها VB. بعدين راح اعمل ديفرنس امبليفاير. اخذنا الديفرنس امبليفاير مش هيك؟ راح اطرح هلا VA ماينس VB زي الكونفيجريشن اللي شفناها قبل شوي. راح اخذ هون R1 هون راح اخذ R3. مين لسه بيحكي؟ عمر لسه بيحكي؟ لا والله مين اللي كان يحكي هون؟ هون عندي R1 وR3 هون اللي ضفناه في ستيجز هون هاي بلس ماينس ماينس راح افترض هون في عندي اي الاي هذا ايش راح يصير فيه لما يوصل هون اي؟ وين راح يمشي؟ فوق هون ليش؟ الهاي فيري هاي انبوت امبيدنس مش هيك؟ وهون نفس الشيء فيري هاي انبوت امبيدنس فراح افترض انه هذا اي راح ينزل هون راح يكمل عندي هاي سميناها في اي في بي هاي النقطة كفولتج شو بتساوي؟ V1 مش هيك؟ لأن هون عندي زي هاي بدي مش فيرتشوال جراوند بس كلها متصلة وهون عندي V2 بتساوي V2 فهون إذا بنطلع على النقاط هاي هون عندي VA V1 V2 VB VA ماينس V1 شو بتساوي؟ I R4 ليش اعتبرت انه ليش اعتبرنا V1 بتساوي V1؟ لا مش اللي اعتبرنا الـ I هيك اتجاهه I يعني قصدك كان ممكن اعتبرها فوق؟ لا ليش ما نطلعش من هون؟ لا ليه مع عكس الاتجاه يعني نفس المسار تاعه بصير ما هو نيجاتيف بتاخذه كرت نيجاتيف يعني ممكن يبلش من هون او من يعني بدك يكون هيك ممكن بصير نيجاتيف كرت ما يعني بس انا عمالي بقول انه الكرت اللي ماشي في هذا الريزستر هو I بغض النظر عن الساين تبعته VA ماينس V1 تساوي I في R5 V2 ماينس VB بتساوي كمان I في R5 V1 ماينس V2 شو بتساوي؟ تساوي I في R6 هلا حتى احنا بالنهاية بدنا نوصل لـ VA VA و VB إذن V1 minus V2 بصير عندي هون I بتساوي V1 minus V2 على R6 وراح أعوض I هلا هون وراح أعوضها هون ناخذ هذه مثلا واحد هاي 2 وهاي 3 بعوض 3 في 1 بتعطيني VA minus V1 بتساوي V1 minus V2 على R6 في R5
إذا عوضت 3 في 2 شو بتعطيني؟ بتعطيني V2 minus VB تساوي V1 minus V2 على R6 في R5. إذا VA من هون بتساوي في R5 على R6 وبيجي عندي على الجهة هاي بلس V1 مش هيك فبتساوي V1 مضبوط عندي هون مش هيك في شيء غلطانين فيه ولا لا؟ اه هاي الغلط هون هذه بتبدل دكتور V2 مع R5 في R6 في كل هاي مش هيك؟ تأكد منها هاي المعادلة عندي VA بتساوي V1 minus V2 في R5 على R6 plus V1 مش هيك؟ اللي إذا طلعت V1 هون شو بتصفي عندي؟ معامل V1 واحد plus R5 على R6 زائد R5 على R6 في V2 مضبوط وعندي VB بتساوي V1 minus V2 في R5 على R6 plus minus VB بتصير عندي هاي plus هاي ماينس وبعدين بيجيها ماينس في 2 مش هيك؟ بتيجي ماينس بتصير بلس اذا بصير عندي هاي بتساوي معامل في 2 هو 1 بلس ار 5 على ار 6 في في 2 ماينس في 1 في ار 5 على ار 6 يعني هذول المعادلتين identical مش هيك بس ببدل VA V1 صارت هون V2 V2 هون صارت V1 VA و VB وين هم؟ هون هون إذا أخذت R3 بتساوي R1 و R3 بتساوي R1 صارت عندي هاي هون الـ output V output أو خليهم هلا في R3 على R4 VA أو إذا خليتهم R3 و R1 شو بيساوي عندي الـ output؟ يساوي عندي VA في R3 على R1 مش هيك؟ ماينس ماينس VB بلس VB في R3 على R1 بلس R3 في R3 على R1 بلس 1 هي شو بتطلع عندي؟ هاي بتصير R3 بلس R1 R3 plus R1 R3 plus R1 بيشطب مع R3 plus R1 شو بيصير عندي؟ R3 على R1 في VB minus VA واضح مضبوط هيك؟ الـ output في output بتساوي R3 على R1 في VB minus VA هلا محل هاي بقدر احول محل في بي ومحل في اي بقدر احط القيم تبعتهم هاي عندي في اي وهي في بي خلينا ناخذها على minus VA VB هي عندي هون V2 في 1 plus R5 على R6 minus V1 في R5 على R6 minus V1 في
في 1 بلس ار 5 على ار 6 بلس في 2 ار 5 على ار 6. إذا عندي هون معامل V2 صارت V2 minus V1 R1 plus على R plus R5 على R6 V2 minus V1 1 plus R5 على R6 plus V2 minus V1 R5 على R6 في R3 على R1. بقدر أطلع V2 minus V1 برا صار عندي V2 minus V1 R3 على R1. هون إيش عندي؟ عندي R5 على R6 plus R5 على R6 تعطيني 1 زائد 2 R5 على R6. إذا R3 و R1 مثلاً أخذتهم فالي معين أو ثبت خليتهم متساويين، إذا R3 بتساوي R1 رح يصير عندي V out بتساوي V2 minus V1 1 زائد 2 في R5 على R6. إذا نطلع هلأ من ناحية عملية اللي بيصير البناء تبع هذا، نشتري كله كإنتجريتد سيركت. الاختلاف الوحيد إنه عندي هدول النقطتين يكونوا طالعين من الإنتجريتد سيركت. فبتلاقي أنت لما تشتري هذا الإنسترومنتيشن أمبليفاير وانت تشبك هاي الريزيستر خارجيا، ليش مشبوكه خارجيا؟ عشان احدد الكير. صار هو ببني لك هات بثبت ار 5 داخليا، بعطيك قيمتها، بثبت ار 1 ار 3 ار 1 ار 3 بخليهم متساويين، بحاول يعمل ماتشنج ما بين هدول الاوب امبس بحيث الكاركترستكس تبعتهم تكون متساويه، وبحاول يعمل ماتشنج طبعا بين هاي القيم عشان القيم هاي تكون متساويه تكون هذا الاسامبشن صحيح. صار انت هلا اللي بدك تعمله خارجيا بس بتشبك R6 في من بالخارج الانتجريت سيركت، فبتحدد عندك الجين عباره عن 1 زائد 2 R5 على R6. R5 موجوده داخليا بعطيك قيمتها، لما تقسمها على R6 تحدد عندك الجين اللي موجود هون. مثلا نفترض R5 كانت 1 كيلو اوم او 100 كيلو اوم، لو انت حطيت R6 مثلا 10 كيلو اوم قديش صار عندي الجين؟ 10 في 22 زائد 1 21. أو لو حطيت هذه مثلاً 500 أوم رح يصير عندي 100 كي على 500، قديش بطلع عندي 20 ولا 200؟ 200 مش هيك؟ 200 في 2 401 401 صار عندي الجين 401. فبقدر أنا آخذ فولتج صغير جداً مثلاً من ثيرموكابل مقداره 10 ملي فولت أو 5 ملي فولت وأعمل له جين. طبعا ما في عندي مشكله اني اكبر لانه الهاي الكومن مود ريجكشن ريشيو ما راح نثبته هون، ما راح ندخل في اثباته من هون، بس الكومن مود ريجكشن ريشيو صار عندي عالي جدا. هاي بعطيك اياها بالديتا شيت. من اشهر الانتجريتد سيركتس المستخدمه كانسترومنتيشن امبليفاير اللي هي الاي دي 620. فهي بتيجي لها هذول التيرمينالز من هون، التو انبوت تيرمينالز اوتبوت تيرمينال هون، ففي عندي الديفرنشال باخذ الديفرنشال. بعدين عندي هذول التو انبوتس طالعين من هون اللي هم بتشبك عليهم R6، وطبعا السبلاي تيرمينالز انت بتشبك الريزيستر هاي تختار قيمتها قديش انت بتحتاج الجين يكون حسب السيجنال اللي داخله من عندك، وهذا بعطيك الامبليفيكيشن تبع هاي السيجنال، قديش الامبليفيكيشن تبع السيجنال. هاي كومن مود ريجكشن ريشيو، هاي الكومن مود ريجكشن R6. لو انت حطيت انفينيت ريزيستر يعني انت بتقول لو لك هاي تركتها مفتوحه مثلا ما حطيتش شيء من هون الجيم بصير عندك فيري لو، هيك انت حطيت هون فيري هاي صار عندك ار 5 ار 6. لو حطيتها زيرو بصير عندك الجيم انفينيتي تمام، ما لهاش معنى، صار عندك جيم انفينيتي رح يصير ساتشوريشن. فبدك تختار قيمه مناسبه عشان تعطيك جيم يعني مناسب، بس الجيم ممكن يكون مثلا 100 120 150 لان انا تخلصت من مشكله. يعني ايش انا كان ايش كان يمنعني اني انا اجيب ديفرنس امبليفاير واعمل له جين عالي زي هيك؟ النويز عندي لاني عمالي بضخم الهاي، وكمان الانبوت امبيدنس رح تنزل لما انت تراقب. اذا انت عملت الريزيستنس يعني مثلا خلينا ناخذ على سبيل المثال لو انا جبت هون مثلا انفرتنج امبليفاير وصلت الريزيستر هاي
حتى ازيد الجين ايش الريزستر اللي بدي انزل قيمتها؟ هاي بدي انزل قيمتها فصرت اثر على الانبوت امبيدنس. هون عندي فيري هاي انبوت امبيدنس فيري هاي كومن مود ريجكشن ريجو، بس هذا سعره يمكن حوالي 25 دينار ال 8620 مثلا انفرمنتيشن امبليفاير. فاحد التطبيقات مثلا يا حنين وفرح ايش احد التطبيقات له؟ انه يجي يكون عندي جاي مثلا ثيرمو كابل، والثيرمو كابل هذا جاي عندي فولتج صغير جدا، بجيب التو تيرمينلز. عاده شو بعمل في التو تيرمينلز الجايين من الثيرمو كابل؟ تويستنج حتى اخفف من النويز كمان اللي داخل على السيجنال. وبعدين التو تيرمينلز بشبكهم بين في 1 وفي 2 احسن من اني اشبك. يعني تتذكر اللي حكينا من الميجرمنتس، هاي التوصيله احسن من اني اجيب ثيرمو كابل مثلا. بس هون احنا بنعمل نكبر السيجنال، الفرق بين السيجنال، الفرق بين تو سيجنالز، بين هاي وهاي اللي هو انا بدي اياه، احسن من اني اعمل هون جراوندينج واخذ هذا الانبوت من هون، لانه هذا صار عندي مشاكل وشيء، صار عندي مشكلة نويز عمالة بتأثر على هذا التيرمينال، وعندي بعدين الكومن جراوند عمالة بتأثر من هون، الأحسن إني أعمل إذا بتقرأوا في أنا منزل على السايت كمان أظن الداتا شيت تبعت الـ AD620 في دائرة في أحد الفايلات اللي نازلة تعطيك أفكار عن السيجنال كونديشنينج ريدنج ماتيريال مش ماده اجباريه. جراوند في 1 او في 2 عادي بيطلع سيجنال عندنا لو ايش عملت؟ عادي حط انه لو انت عملت جراوند ل في 1 وفي 2 المفروض اذا انت ربطت في 1 وفي 2 مع بعض شو المفروض يعطيني؟ حط سيجنال على وحده والزيرو، حط سيجنال على وحده بصير 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 بيطلع عندك بصير. بس مشكلتك هون الديفرنس بين التو سيجنال صار عندك النويز يدخل على وحده ما تخش على الثانيه، مش سيمتريكال الاثنين مش هيك؟ يعني هذا الاوب امب بيقدر يعمل ريجكشن للكومن مود سيجنالز. اذا انت عرضت التو كيبلز لنفس النويز، يعني ربطتهم هيك وتعرضتهم لنفس النويز بيقدر يعملهم ريجكشن. بس انت لما عملت واحد منهم ايرثينج والثاني ما عملتلوش ايرثينج صار يتعرض للنويز مختلف، فبطل يقدر يعمل ريجكشن لهي السيجنال لانها مش متشابهه بين الاثنين. بدك تعرض هدول السلكين لنفس الظروف اللي هم جايين فيها من فتره ما يجي للثيرمو كابل لحد ما يوصلوا. بدي هذا السلك يكون اقصر ما يمكن، يحاول اعمل له شيلدنج الكترومغنتيك شيلدنج، اعمل له توست بير اذا بقدر اعمل عليه سكرين كمان مش هيك، لانه السيجنال اللي جاي عندي من هون صغير جدا. هذا الانسترومنتيشن ليش بدنا يقلل الامبيدنس او يزيد؟ لا بالحاله اللي فوق ما بنقدر نحطها لانه هاي الامبيدنس هلا اظن اللي بصير انه الانبوت امبيدنس تبعتك الايكوفلنت شو صار؟ صار عندك هاي انفرلل مع هاي مش هيك؟ لانه هاي بعمل كيلينج للفولتج سورس اللي موجود هون، فالانبوت امبيدنس صارت تعتمد على البارلل كومبينيشن لهاي وهاي. بس انت بدك تصغر واحده منهم مش هيك؟ او بدك يعني بدك انت تعمل الريشو بينهم بدها تكون كبيره مزبوط؟ هاي على هاي بدها تكون كبيره، كل ما هاي صغرت هي رح تكون دوميننت مش هيك؟ فالدوميننت ايكوفلنت بارلل ريزيستنس رح تكون اقرب لهاي الريزيستر. الهاي ممكن تكون 10 كي او 5 كي مش هيك؟ وكمان من ناحية نظرية انت ممكن تنزل هاي لواحد اوم وهاي 2 اوم مش هيك؟ بس طبعا اذا نزلت انت هاي لواحد اوم واثنينهم الكرنت اللي راح المفروض انها تمشي فيها بتصير عالية جدا وش از ريديكيولس، يعني ما بتقدرش تنزل هاي لقيمة صغيرة جدا حتى تتحكم بالجين. لكن هون انت بتتحكم بالجين بس عن طريق ار 6 بدون ما تغير بدون ما تنزل الانبوت امبيدنس للدائرة. هذا الاختلاف الرئيسي، لان وين الانبوت امبيدنس هون عندي وهون؟ هاي انبوت امبيدنس هون، هاي انبوت امبيدنس هون مش هيك؟ مش مشبوك انا في مقاومات مباشرة ما بين الاثنين. لكن هون انا في عندي هاي مشبوك المقاومة بين هون والفيرتشوال جراوند او بين هون والبارلل كومبينيشن. نعم. دخلته هون على ايش؟ على اوب امب عادي كونفجريشن عادية؟ بس البن شو بظبط انا فيها؟ ايش البن اللي بظبط فيها اللي كنا بظبط فيها في الاوب امب؟ النال اوف سيت مش الجيم مظبوط؟ الصوت اللي هناك يا بسام ورامي نعم يعني
بس بدك تضبط بدك تزيد الجين. اذا انت عندك هذا الثيرمو كاب 10 ملي فولت وانت السيجنال بدك اياها تدخلها على الاي سي كونفرتر مثلا حوالي 2.5 فولت، قديش بدك تضرب؟ قديش الريشيو اللي بتضرب فيها؟ 10 حتى تجيب من 10 ملي فولت ل 1 فولت بدك تضرب في 100 مش هيك؟ ومن 1 ل 2.5 بدك تضرب كمان في 2.5، يعني بدك جين مقداره 250 حتى تجيب جين مقداره 250 في كونفجريشن زي هاي. قديش بدك تكون الريشيو بين هاي ريزيستر وهاي ريزيستر؟ 250 مش هيك؟ هاي الصف هاي ريزيستر منخفضه عمالك بتنزل الانبوت الجديده. تجي هون انا كل اللي بعمله بغير قيمه ار 6. طيب بعد ال هلا بدنا نحكي عن البريسايز ريكتيفاير. اذا انا عندي سيجنال وبدي اعمل لها ريكتيفيكيشن كيف ممكن اعمل ريكتيفيكيشن؟ اي سيجنال دايت مش هيك؟ هاي كيف اعمل الدايت؟ اذا بدي اعمل هاف ويف ريكتيفيكيشن الطريقة التقليدية اللي بعمل فيها ريكتيفيكيشن بستعمل مثلا ابسط طريقة حتى اعمل فيها ريكتيفيكيشن لاي سيجنال. عندي سيجنال مثلا هيك شكلها، هذا هاف ويف ريكتيفاير مش هيك؟ بيطلع عندي الاوتبوت. بدي اعمل فول ويف ريكتيفيكيشن شو بعمل؟ هاي عندي بوزيتيف هاي عندي نيجاتيف مضبوط، وهون بدخل الاي سي سيجنال مضبوط او تعمل ست الاوتبوت. طيب اذا كانها بوزيتيف وين بتروح؟ هاي بتروح هون، الجهه الثانيه رح تكون نيجاتيف رح تروح هون مضبوط، اذا كانها نيجاتيف رح تروح هون وهاي رح تروح هون مضبوط. اذا بعمل هيك فول ويف ريكتيفيكيشن السيجنال رح تطلع عندي، او بستعمل السنتر تابينج زي ما حكى السنتر تابينج. لكن هذا وين صحيح؟ في السيجنالز العاليه عاده في الباور، يعني انا عمالي بعمل انت بتبني باور سبلاي، عندكم بيت باور سبلاي؟ باور سبلاي من هذا انا بستخدم بجون الطلاب على هاي الماده مش ماشي في الالكترونكس كيف تبني باور سبلاي، ما بتعرف كيف تبني باور سبلاي؟ طيب لو انا بدي ابني باور سبلاي بجيب ترانسفورمر مثلا بدخل عليه مثلا 230 فولت اي سي تطلع منه 6 فولت مثلا اي سي اوكي. لما بقول انا 230 ايش عم بحكي؟ عن اي عن الار ام اس. دائما لما بحكي بالاي سي بحكي ار ام اس، وهون لساني بحكي ار ام اس كمان. اذا عندي اذا الديك تبعها هاي رح يكون كيف بدي اطلع الديك تبعها؟ في جذر في قديش جذر 2 1.4. اذا تقريبا هذه رح تكون حوالين ال 10 فولت بيك زيرو تو بيك مش هيك؟ هلا هون عندي اي سي شو اعمل هلا فيها؟ بدخل على فول ويف ارتفاع عشان حتى نسهل حالنا. برسم الفول ويف ارتفاع زي هيك، بعدين شو بدي اعمل؟ بدي احوله للدي سي. هلا هو بلسيتنج دي سي مش هيك؟ بلسيتنج حتى تخلص الكاباسيتر. هاي عندي باور سبلاي، بس هذا ايش مشكلته؟ unregulated. يعني هذا مشكلته لما انت تصير تسحب منه كرنت اعلى شو راح يصير فيه؟ راح ينزل راح يبدا يبين فيه ريبل. يعني هاي الويف فورم المفروض انها تكون اذا بسحبش منها لود راح تبين زي هيك، على اساس انه اني عملت فلترنج لا هاي السيجنال. لكن لما ببدا اسحب منه كرنت ايش راح يصير؟ راح يصير يدخل فيه ريبل. فهذا unregulated. إذا بدي أعمل له ريجيليشن إيش لازم أعمل؟ بحط هون زينر دايود وريجيليتر، الريجيليتر أعقد شوي من الزينر، يعني في أشياء ثانية لازم آخذها بعين الاعتبار، بس بشكل عام هذا عندي هون ريكتيفاير، هذا ما فيش مشكلة لأني عمالي بسحب منه باور. قديش راح أخسر من السيجنال هاي؟ في لوس راح يصير عندي في الترانسفورمر، راح يصير في عندي على هون 0.7 أو 1.4 فور لحظة، لأنه عندي 0.7 فولت راح يصير على كل طيب. إذا هذا غير مناسب لسيجنالز، إذا أنا بدي أعمل سيجنال أعملها ريكتيفيكيشن. لانه السيجنال نفسها اذا اخترت صرت منها 0.7 ما هي اصلا السيجنال ممكن تكون 0.2 او 0.3 او 0.1 او ميلي فولت او مايكرو فولت. اذا ما بقدر استعمل الطريقه هاي حتى اعمل ريكتيفيكيشن، اللي بحتاج شيء اسمه
precise. Rectifier. استعمل precise rectifier حتى يعمل rectification. ما بقدر استعمل rectifier التقليدي هون حتى اعمل rectification لهذا السيجنال. إذا precise rectifier راح يعتمد راح استعمل فيه op amps. precise rectifier راح اخذ two circuits. واحدة تتكفل بالpositive cycle. واحدة تتكفل بالنيجاتيف سايكل. نتذكر اول شيء او خليني ارسمها هاي بالاول هون. افترض هذا عندي هون الانبوت. اخذت انا الاوت هون عندي هون دايود. هذا هون عندي لما الانبوت يكون بوزيتيف شو راح يطلع عندي الاوتبوت من هون؟ نعم بوزيتيف راح يطلع عندي هون بوزيتيف. ايش راح يصير في هذا الدايود؟ راح يصير فورورد بايس مش هيك؟ راح تصير هاي كانها بفر مش هيك؟ لكن الفولتج هون ايش بيساوي؟ 0.7 في انبوت. هذا بيساوي في انبوت مش هيك؟ لانه عندي اذا هاي النقطه قديش رح يكون الفولتج عليها تقريبا؟ في انبوت ماينس بلس فولتج. هاي النقطه رح تكون اعلى من هذا الفولتج بمقدار 0.7. فانا رغم اني حطيت دايود واستعملت دايود وصار في دروب 0.7 الاوتبوت تبع الاوب امب عوض ال 0.7 هاي. يعني الاوتبوت تبع الاوب امب بالفيدباك اللي موجود سايكل ضل يغير الفولتج هون لحد ما الفولتج هون شو صار مساوي للفولتج اللي موجود. فصار عندي الفولتج هون لانه هاي انبوت امبيدنس من هون تساوي الفولتج عند النقطه هاي الفولتج عند النقطه هاي. لما هذا يصير نيجاتيف شو بصير عندي؟ راح يصير هذا الدايود ريفرس بايس راح تطلع عندي اوت من هون راح يصير هذا ان اكتف. فبدي استخدم نص جزء ثاني. اذا هذا البوزيتيف هذا البوزيتيف. ها بدنا نخلص بس هاي اخر شيء. هاي اذا بتطلعوا عليها بنفس الطريقه عندي الاوتبوت هون راح يطلع عندي بوزيتيف. الفولتج عند النقطه هاي اذا ساويت ار لار راح يكون مساوي ل نيجاتيف او في انبوت. يعني لما في انبوت يكون نيجاتيف راح يطلع عندي هذا بوزيتيف وهذا راح يكون اعلى 0.7 من الفولتج عندي عند النقطه هاي. فهذا راح يكون ماينس في انبوت. لما في انبوت يكون نيجاتيف راح يصير هذا هون بوزيتيف. وانا مفترض هون انه R1 بتساوي R1 وR3 راح تكون تساوي بارل كومبينيشن ل R1 من هون. يعني نص. إذا هون صار عندي هلا هون حتى آخذ التنين بشبك التو أوتبوتس. هذا هون وظيفته. ليش فيش مشكلة إني أشبك التو أوتبوتس من هون؟ الواحد منهم رح يكون أكتف في أي لحظة من اللحظات. بالضبط، بوزيتيف سايكل رح تكون شغالة أو نيجاتيف سايكل رح تكون شغالة. هذا اذا بدي اتاكد فعلا انه هذا شغال شو المفروض يشتغل على اي سيجنالز؟ على سيجنال صغيره جدا. يعني لو انا جبت طلعت من الفانكشن جنريتر هاي رح تعملوها التجربه في المختبر. لو الفانكشن جنريتر طلعت سيجنال 100 ملي فولت بيك تو بيك يعني 50 ملي فولت بوزيتيف 50 ملي فولت نيجاتيف لو انا دخلتها على ريكتيفاير عاديه شو رح تعطيني؟ زيرو. اذا بدخلها على هذا الريكتيفاير المفروض تعطيني فولي ويف سيجنال ساينوسويدال سيجنال لها 50 ملي فولت 0 تو بي. طبعا ما رح تكون فلتر من هون رح تكون pulsating دي سي مش هيك؟ بس هاي رح تكون 50 ملي فولت 0 تو بي 50 ملي فولت. نعم. حسيت المشكله الريكتيفاير اللي قبل هذا لما السيجنال تكون
بيشتغلش ما بيشتغلش الدايود. الدايود يعني ما راح يصير فورورد بايس مش هيك على يعني الدايود ما راح يصير له فورورد بايسنج على 10 ملي فولت او 20 ملي فولت راح يضل اوف راح يضل اوبن سيرفو ما راح يطلع عندك شيء. لكن هذا هون بصير عندي بيشتغل ليش؟ لاني انا اعتمدت على الاوب ام انه يشغل لي الدايود استعملت الاوب ام انه هو يعمل له فورورد بايس. اوكي خلينا بس نحكي في الفضله التعويضيه هلا نعم ايوه على السريع بس اخر شيء بس معلش انا اخرتكم اخر شيء المحاضره التعويضيه الاقتراح هلا حتى نخلص محاضرات التعويضيه نعمل واحده الخميس الجاي واحده السبت وهيك بنكون خلصنا. يعني ما راح يكون يعني راح يكون الخميس الجاي محاضره ساعه والسبت ثلاث ساعات بنخلص محاضرات التعويضيه. السبت اربع ساعات نعم او السبت اربع ساعات زي ما هو المشكله السبت راح نبدا على 12 مش على 9 لانه انا عندي محاضره ميجرمنت الصبح ف 12 ل 3 حتى تروح على 3 بلاش تاخر. اخر شيء خلص هيك خلصنا كل محاضرات التعويضيه. إذا الخميس هذا في محاضرة والسبت محاضرة على 12 من 12 للثلاثة يلا بكرة.